كورة يتابع ردود أفعال جماهير الشرطة بعد التعادل مع النفط. ويا ضياء ابو بري ظلوا صرحوا منا للصبح، راح تدفعون ثمنه باللعبه الجايه، ترى ما نخاف، هذا تحصيل حاصل عندنا، دوري لنا هات لك نار. يعني والله ما ادري ايش تخاف، بس قل اذا تخاف قل لنا، ما يصير يعني والله ما يصير، ان شاء الله الجويه ايش اقول لك الا اخذ دوري، وما اقول لك خاوه بس انا اخذ دوري ان شاء الله. والله كابتن هي اخطاء صارت، بعض مدرب سوى تبديلات خطا، قاعد مهند، يعني مهند ما يقعد انت كل لعبه مهند قاعد يقول لك يصنع لك فارق، انت اعتمدت على المواس، انت كلاعب الشرطه قاعد يلعب حاليا من الجوانب يلعب يقول ميمي قاعد كل لعبه، يعني اليوم مهم ايش فيك اليوم؟ يا عم شرفك قاعد ميمي قاعده انت بدي لك شنو شنو استفادت؟ ضيعت لك نقطتين وتخلي حسين يضرب جزاء؟ هي مال مجامله هي؟ بس المدرب زيرو، لا اللاعبين كلها لعبت، المدرب اوكي خوش مدرب، بس هاي الفلسفه الزايده شوي من مؤمن خليه يتركها على صفحه. حسين علي كان افضل لاعب بالمباراه، ضيع ضربه جزاء وهذا حال كره القدم، والدوري بعد 15 لعبه. على باسم قاسم ليه يطلع بالتلفزيون بعد يدور معطيات وفلسفه؟ بس يعلو وعي منوم يا اخر لعب، ومن يطلعون بالكي يحكون على كاسياس، مو لاعب مو خوش يلعبون ماكو،